في الملعب هي فقرتنا المميزة جدا، وزي ما احنا متعودين هي عبارة عن فلوج أو معايشة جوه ماتشات الزمالك. ولكن الأسبوع ده ما كانش فيه للأسف أي مباريات للزمالك، فبالتالي مفيش فلوج. لكن قررنا ننزل لجمهور نادي الزمالك في الشارع ونهزر معاه شوية كده بطريقتنا المميزة. لو هتبعت رسالة لكوتش فريرا بالبرتغالي هتقول له إيه؟ يلا بينا نشوف، مش الفلوج، نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. النهارده في برنامج رسالتك وصلت قررنا ننزل الشارع بما ان مفيش ماتشات لنادي الزمالك الاسبوع ده، ونكون حلقه الوصل كالعاده ما بين جمهور الزمالك ونادي الزمالك. سالناهم النهارده توصلوا رساله لكوتش فريرا ايه، بس المره دي باللغه البرتغالي. تعالوا نشوف الناس عملت ايه. رسالتك وصلت الساعه 8. بيقول لك الله يكون في عون البرتغاليين. من مواطن مصري. اللغة البرتغالي دي صعبة أوي، تحس إنك خريج ألسن قسم برتغالي يعني. يلا ناخد صورة يا باشا. أهو. إيه الأخبار؟ الحمد لله. اسمك كريم إيه؟ أحمد رمضان. كوتش فريرا بيتكلم برتغالي، فإحنا عايزين نوصل له رسالة. فحضرتك هتطلع موبايلك وتفتح جوجل ترانسليت وتدخل رسالة بالعربي وتسمعها. وتقولها لفريرا باللغه البرتغاليه. كاتب كابتن فريرا عملت شغل عالي قوي. هم عندهم شغل عالي قوي في البرتغالي في النادي هنا. بص يا جماعه، هو كتب كابتن فريرا عملت شغل عالي قوي في نادي القرن. طيب عايزين نسمعها بقى. بص، كابتن فريرا فيز ان ترابالو مونتو بون نو سنشوري كلوب. حضرتك مطالب منك، انت اللي كتبت كل ده. هنقولها حته حته. يلا، كابتن فريرا فيز ان ترابالو. طب يا جماعه احنا هنعمل نفس اللي عملناه تاني. اديته الموبايل، كتب جمله بالعربي وهيسمعها بالبرتغالي ويقولها الكوتش فريرا. كمل كده، كتبت ايه؟ بحبك يا معلم فريرا. طيب المعلم فريرا بحبك. اوكي ماشي، هنعمل كده. بروفيسور فيهيرا يو تي امو. البروفيسور فيسورا فيسير بروفيسور فيهيرا في تشي امو. كادر الكتكوت، كادر البروتيليا الفروخريتو، كادر الكركوت، كادر الكروخريكو. محمد كتب فريرا مدرب عظيم بالعربي وحولها برتغالي عشان يوجهها له. فيهيرا اون جراند ترينادور. بتنوع، كلام صح. جراند فريدا درون فيريرا دورانتي فيرنت درون. السؤال هو انك هتكتب هنا في الكوتش فريرا مسج بالعربي ونترجمها برتغالي. احسن مدرب في مصر. احسن مدرب في مصر. في مصر اهو. هم ضربت ويرجي. لا دول ثلاث كلمات، انت قلت اثنين بس. يجي ايه؟ ماشي. هم اليارت اند ديارت ونجي. انا لسه ده كلام. هنكتب على جوجل ترانسليت مسج بالعربي وهنترجمها برتغالي، واللي هيطلع هتقراه او هتسمعه وتقول. اومو فريرا. اومو فريرا. اومو فريرا. بصوا يا جماعه، انا قلت لهم قبل التصوير يا جماعه هتكتبوا مسج لكوتش فريرا وهنسمعه بالبرتغالي وهنقوله له. تمام؟ يلا شوفوا هتكتبوا ايه. افريقيا اسمه جدو فريرا. حلو، جدو فريرا. افريكا فوفو فيهارا. سهله اهي، سهله وبسيطه. فوفو فيهارا. قول اسمعها انت الاول يلا لوحدك. افريكا فوفو فيهارا. افريكا فوفو فوهارا. افريكا فوفو فيهارا. عايز يكتب له بحبك يا جدو. يا مو فوفو فيهارا حبيبي. حبيبي مين. يقول لك الله يكون في عون البرتغاليين. من مواطن مصري. اللغه البرتغالي دي صعبه قوي، تحس انك خريج ألسن قسم برتغالي يعني. يلا ناخد صورة يا باشا. يمكن يا جماعة يعني كانت تبقى من أحسن لحظات حياتي، صدقوني وأنا ببقى وسطكم وبسجل معاكم. بس التقرير ده بالذات كان دمه خفيف وأنا ضحكت من قلبي فيه، ويمكن شفت فيه حاجات كتير قوي، في حاجات تتعمل لها كات في المونتاج وفي حاجات قدرنا نعرضها، بس ده اللي احنا حابين نوصل رساله لكوتش فريرا. هو اكيد بالتاكيد لو سمع هيفهم كل واحد زملكاوي كان قصده يوجه له ايه، وكله صدقوني كان يعني كلمات معبره عن الحب. ودايما هنفضل موجودين في الشارع، في الاستاد، في الاستوديو. احنا حلقه الوصل اللي ما بين جمهور الزمالك ونادي الزمالك ومجلس الاداره.